عصر ليفل 100 ونجيب اللحية البيضاء وصاروا عندنا هواية شخصية. والله صار ليفلها اقسم بعد السحب وصل 100. يا الله ظل ازرق ما ادري هي مو هي. ايه اعتقد صارت 100. اه وين راحوا؟ دا وين ذن الجواز بعد ما يطونا؟ خلي تولي علي من اصحاب تعالي وانا هنجيبه بالمضمون بلكت يطونا اياه عم نسوي الليفل مالته. مهاجم فرانكي يلا السكوت خلنا صعدين اللحية جاوبي جاوبي اعتقد هذا الفيديو طول بس يلا عادي اسوي لكم فيديو جديد ارتب الحساب اصعد الشخصيات اسوي الدعم بعدين اسوي لكم فيديو جديد بالجيم بلاي. يلا عشان سحبة ناخذ اللحية البيضاء ما اعرف شفتها نسحبها بسوي الاسكيب عم يطير بعد ثلاث سحبات ونص ما ادري نفتح عليها سكيب سكيب ما أكو يلا هي 150 جوهرة بعد وحصلة اعتقد السكوت بعد الوحدة
تمام. بعت لي بس 6 سكوت، من اجيب هالستة؟ وضع 50 هو يعني 30 جوهرة وستة سكوت. خبرنا نسحب 11 سحبة، يطون سكوت زيادة. فاول ما كويش هسه جبنا اللحية البيضاء. جتنا والله هلا 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 بحمهم. هلا طبعا الحساب صار كاروت 100، روجر والرايلي 100، وهذا 60. حلو حلو. اوكي شباب شكرا، واسوي لكم فيديو جديد. خلنا نسحب كل الجوائز، رجع عن 2600 جوهرة، والسولو بعده ما ملعوب. وذين الشخصيات اوردر ريسيفت، لحية البيضاء، ذين الشخصيات 4 نجوم. روجر واللحية همين. بسوي ليفل ماكس ما صار، يلا مو مشكلة. رايلي 100 حلو. حلو حلو لا خوش دعم 100. لو عندي شخصيات 6 نجوم تقدر اسوي لهم بالدعميه نزيدهم. حلو حلو الحساب، خوش شخصيات. اوكي هذا كان فيديو اليوم، شكرا شباب.